اختاروا بروكسل لأنها مقر المؤسسات والقرارات الأوروبية، كما ردد وفد رؤساء البلديات الكاتالونية، وذلك للتعريف بقضيتهم والتعبير عن مخاوفهم مما يقع حاليا في كاتالونيا من تجاوزات بحسبهم، وكذلك للتنديد بعدم وجود رد فعل أوروبي حول الأحداث في إسبانيا. من غير المعقول أن يوجد أعضاء حكومة منتخبة من قبل الشعب في الوضع الحالي. إنهم ليسوا مجرمين، ولكن فقط مكنوا المواطنين من التعبير عن رأيهم عبر التصويت. لا يمكن القبول باستمرار هذا الوضع في أوروبا. تحرك مؤيد للاستقلال في وقت يعقد فيه مجموعة من أصحاب الشركات في كاتالونيا لقاء في البرلمان الأوروبي للتركيز على أن الانفصال يشكل خطرا على اقتصاد كاتالونيا، وأن الوحدة الإسبانية تخدم مصالح الجميع. ممثلو الشعب من جهة والأغنياء من جهة أخرى، جزء مما كان يسمى حتى عهد قريب بالصراع الطبقي الذي كان الجميع يعتقد في أوروبا أنه أصبح جزءا من التاريخ. لبي فهمي، التلفزيون العربي، بروكسل.